والصلاة والسلام على رسول الله. أما الحمد فلا ينبغي إلا لله جل جلاله، وأما الصلاة والسلام فالأولى بها النبي وآله، وأما متاع الدنيا فلا أسف عليه لأنه قد تبين زواله، وأما من أطاع الله ورسوله فإن الجنة مأواه ومآله. إلى جانب هذه الصفات هناك صفة أخرى والله يحرص عليها كل مسلم، ووالله أتمنى أن يفوز بها كل مسلم، وأن تكون في كل مسلم أن يكون خادما للعلم ولإخوانه. لماذا؟ لأن خدمة النفس طلب للمجد الذاتي، وهذه فطرة في كل إنسان أن يطلب مجده وأن يطلب سمعته وأن يطلب شهرته، أن يطلب مما نهانا الله عز وجل عنه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمنا أمرا عظيما فقال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة، فأنا اللبنة وأنا آخر الأنبياء. هذا هو أحد أسرار المراكز الإسلامية، أن تكون لبنة، أن يكون كل مسلم لبنة في هذا البناء العظيم الذي هو هذا الدين العظيم الذي حبان الله به، أن ينشر الإنسان الفكرة الإسلامية وليس الفكرة الشخصية، أن ينشر إسلامية المعرفة، وأن يستعيذ المسلم من الانطلاقة الصفرية التي كان ينهى عنها الشيخ محمد السعيد عليه رحمة الله، كان يقول: إياكم الانطلاقة الصفرية. كل مسلم يريد أن ينطلق هو من هذه اللحظة ومن هذا المكان، يعني يريد أن ينطلق من نفسه، نحن نريد أن ننطلق مما انطلق منه المعهد العالمي للفكر الإسلامي برواده الأوائل شيخ إسماعيل الفاروقي شهيد العلم عليه رحمة الله، والشيخ طه جابر العلواني عليه رحمة الله الذي مضى منذ أقل من شهرين، وغيرهم من العلماء والدعاة والمفكرين، وهذه الوجوه النيرة التي أكرمنا الله بزيارتها لنا، الدكتور فتحي الحسن الملكاوي والدكتور رائد جميل عكاشة. ما الذي أتى بهم لولا حب الله وحب نشر العلم وحب نشر المعرفة الإسلامية وإظهار جمال الإسلام في جمال علمه وفي منهجيته وفي روعته وفي عطائه، لأن المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الشهاب وكل المراكز الإسلامية تريد أن ترجع للإسلام الريادة في الإبداع، الريادة في القيادة العلمية للعالم، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لكسرى لما قال له: ما الذي جاء بكم؟ فقال له: الله ابتعثنا على البعث، لكلمة البعث لكنا نقش فيها ساعتين، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. وكان الشيخ الزرنوجي عليه رحمة الله عنده مدرسة فيها 3000 تلميذ، يطوف بين المدارس على حمار لسعتها، ففي أول العام يجمع كل الطلبة ويقول لهم: إن أمرنا هذا من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يستريح ساعة فليغادرنا الساعة. إن أمرنا هذا من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يستريح ساعة فليغادرنا الساعة، وما غلبنا الغرب إلا بالعلوم، إلا بالعلوم. منذ 3 أشهر كنت في باريس تحضر المحاضرات تدفع الأموال، حضرت محاضرة ب5 أورو ومحاضرة ب8 أورو ومحاضرة ب12 أورو، محاضرات في أماكن ما تجيش الربع من هذا المكان، لما يحين أوان بداية المحاضرة يغلق الباب، حتى الذي دفع الأموال لا حق له في الدخول، وتلقى المحاضرة على 25-30 شخص ويلقيها فلاسفتهم وعلماؤهم، ولكن والله لا يملكون النور الذي نملك، ولا يملكون الوهج الذي نملك، ولا يملكون
التكامل الذي نملك بين علوم الوحي وعلوم الإنسان. وهذه هي مهمة المعهد العالمي الفكر الإسلامي وخادمه في الجزائر، ويده التي تخطش إن شاء الله في الجزائر مركز الشهاد للدراسات والبحوث التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وقد بارك كما قال الدكتور فتحي، بارك الشيخ عبد الرزاق قسوم هذا الاتفاق المبارك إن شاء الله بعدما التقى بالدكتورين الكريمين منذ أسبوع. فنهنئ أنفسنا بهذا الاتفاق المبارك ونجعله حافزا لنا لمزيد من العطاء، لمزيد من الجهد، لمزيد من الجد في خدمة هذا الدين العظيم، في خدمة الجانب العلمي من هذا الدين العظيم، وهو ليس أقل الجوانب شأنا بل هو أعلاها شأنا، وذلك لقوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأعطى لأولي العلم تلك المكانة العظيمة بعد نفسه وبعد ملائكته الكرام. فكونوا رحمكم الله من أهل العلم، إما أن تكونوا علماء أو طالبين للعلم أو خدمة للعلم أو محبين للعلم، ولا نكن الخامسة فنهلك. الحمد لله في النهاية على هذا الاتفاق المبارك، نحمد الله ونشكره أن وفقنا إلى هذا الفضل العظيم ونسأله المزيد. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.